كنا نتعرفوا عليك جيمي طيب. ختمت القرآن الكريم قد المدة اللي ختمت فيها؟ عامين. هل شي الحوايج اللي تسهل للطالب باه يحفظ القرآن الكريم؟ ارفع صوتك شوية. الدراسة شنو أعظم آية في القرآن الكريم؟ آية الدين. آية الدين. ممكن تقرأها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تديتم بدين إلى أهل المسلمين واكتبوا وليتم بينكم واكتبوا بلاد ولا يا بلاد من يزعم على الله فليكتب ولن الذي عليه الحق وليتقل ربه ولا يقول من شيء من كان الذي عليه الحق سبينا وغائبنا ورسولنا أن يبيته ولن يوديه بلاد ويسجد شهيدين من رجال ولن يكون رجل فرجل امرأة مما تظن من شهداء وتظل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى ولا يا بشهداء ولا يموت ولا تسمعوا موسى شو تقول للشباب وش تقول وش تنصح الشباب؟ أنصحهم بقراءة القرآن والعمل به.